أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الطلبة الأعزاء، يسعدني أن أكون معكم في المحاضرة 11 لمادة نظرية المعرفة، والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن أشهر أعلام نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي، وسنعرض لذلك أمثلة منهم الغزالي وابن رشد. فالغزالي رحلته، سنتحدث عن رحلة الغزالي للبحث عن الحقيقة وأقسام المعرفة ووسائل المعرفة عنده، وكذلك عند ابن رشد في فلسفته ونظريته لنظرية المعرفة ومفهوم العلم وأقسام العلوم. رحلة الغزالي للبحث عن الحقيقة. في الحقيقة يعتبر الإمام الغزالي من العلماء الذين اعتنوا في بمفهوم المعرفة، وله نظرية متكاملة في موضوع نظرية المعرفة، لأنه كان دائما متطلعا متشوقا للبحث عن الحق وعن الحقيقة. فنظرية المعرفة عند الغزالي أشد الارتباط أو ارتبطت برحلته في البحث عن الحقيقة، وقد قدم حديثا صريحا في نظرية المعرفة في العديد من مؤلفاته كالمنقذ من الضلال، وكذلك ميزان العلم، كما خصها ببعض المؤلفات المستقلة كالقسطاس المستقيم، وكذلك تناولها في ميزان المعرفة. هذه الكتب التي تناول فيها الغزالي رحمه الله بموضوع نظرية المعرفة من خلال الرد على نظرية المعرفة عند الباطنية، أو نظرية المعرفة عند الفكر الباطني. فلذلك أثناء حوار الإمام الغزالي للفرق الباطنية الذين يعتمدون على الباطن في اعتماد والظن في اعتماد المعرفة، فكان لابد للغزالي أن يبدأ بنظرية معرفية صحيحة لا تعتمد على الظن ولا تعتمد على الباطن، بل تعتمد على القواعد التي هو يرى فيها الصحة. وقد حاول الغزالي في قسطاسه، أي في كتابه القسطاس المستقيم، استخراج ميزان المعرفة، كيف تقيم المعرفة وما هو الصحيح وما هو الخطأ، كيف تقوم المعرفة من القرآن الكريم، حيث استطاع أن يستخرج منه 5 موازين، موازين يقاس بها العلم وتقاس بها المعرفة من صحتها أو من خطئها: ميزان التعادل الأكبر والأوسط والأصغر، وميزان التلازم، وميزان التعاند. هذه التي استنبطها كما يقول الغزالي في قسطاسه، استخرجها من القرآن الكريم. ثم أخذ في شرحه هذا الموازين بالتفصيل، فقد حاول فيه الغزالي استخراج أشكال القياس العقلي، القضايا المنطقية من القرآن الكريم التي تقاس عليها الأشياء. إذن القواعد الكلية التي تقاس عليها النظريات وتقاس عليها الأفكار ليعرف بصحتها أو بخطئها. أشكال القياس العقلي في القرآن الكريم مباشرة، كما حاول أن يستخرج أيضا أمثلة لهذه الأقيسة من القرآن، وكان قادرا على ذلك بمهارة، ليبين أن استخدام هذه الأقيسة الصورية أمر مشروع ومندوب إليه في طلب المعرفة الحقة. ثم أخذ ينتقد نظرية المعرفة عند الباطنية القائمة على القول بالإمام المعصوم والقول بالنظريات الباطنية أو بالأفكار الباطنية التي لا تغني من الحق شيئا. وقد كان الغزالي يحاول البحث عن الحقيقة بكل المدارك، إذن هو استخدم لكل مجال مدركة أو أداته لتحصيل المعرفة بكل المدارك والمعارف الحسية والعقلية والقلبية، وكي يصل إلى الحقيقة اليقينية كان لابد من أن يستخدم منهج الشك أو الشك المنهجي الذي كنا قد تحدثنا عنه في محاضرة سابقة، بما يسمى الشك المنهجي، وهو الشك الذي لا تكون الشك غاية فيه، بل أنه يستخدم الشك وسيلة لإثبات اليقين.
وإنما تقوم نظرية المعرفة عند الغزالي على نقد وسائل العلم والمعرفة التقليدية وتعدد مستويات الخطاب المعرفي عنده والشك المنهجي، كما نادى بضرورة التلازم بين العقل والشرع من أجل الوصول إلى اليقين، على أن الغزالي لم يتزحزح قيد أنملة عن تأكيد أهمية المعرفة العقلية رغم ما قدمه من نقد وشك. فالعلوم كلها وخاصة الدينية إنما تدرك بكمال العقل وصفائه. ولهذا وثق الإمام الغزالي بالمنطق والبراهين العقلية في الكثير من المجالات بعد أن نقدها نقدا علميا دقيقا. إذن هذا العالم أو هذا الرجل يحاول أن يوازن ما بين العقل وما بين الشرع، ما بين الوحي وما بين العقل. ويعتبر الغزالي أحد الشخصيات الأساسية التي دافعت عن المنطق في العالم الإسلامي وقدمت له أسبابا وأدلة لبقائه واستمراره، وخصص بعض كتبه للمنطق ككتاب معيار العلم ومحك النظر. فهذه الكتب اعتنى فيها الغزالي على إظهار منهج على أحقية ودلالة الأخذ بعلم المنطق وجوازه، كما تناول بعض قضايا المنطق في مواضيع أخرى كمقدمة المستصفى في كتابه المستصفى الشهيرة وكمقاصد الفلاسفة وتهافتهم. إذن الغزالي هو من العلماء والمفكرين الإسلاميين الذين سلطوا الضوء على نظرية المعرفة، ولهم في نظرية المعرفة رؤى وأفكارا حاولوا من خلالها الوصول إلى منهج صحيح تستقيم فيه المعرفة وتعرف من خلاله الحقيقة. ويعتبر كذلك الغزالي هو صاحب منهج الشك المعرفي، الشك المنهجي المعرفي الذي كنا قد تحدثنا عنه والذي كان رائده كانت، ولكن الغزالي يعتبر سابقا على كانت في طرحه لقضية الشك المنهجي. أقسام العلوم أو المعرفة عند الغزالي، وبناء عليه فتنقسم المعرفة عنده أي عند الغزالي إلى ثلاث شعب. واحد، المعرفة الغيبية أو الميتافيزيقية، ومعرفتها بطريق التفصيل لا تتم إلا عن طريق الوحي. إذن هنا نجد أن علماء الفكر الإسلامي يضيفون الوحي ويعتبرونه مصدرا للمعرفة ويثبتون الغيب، بينما المذاهب الغربية أساسا لا تثبت الغيب، فلذلك لا تجد أداة لمعرفته. لكن هنا يضع الغزالي على سلم معرفته وسلم أدوات المعرفة وسلم الموجودات الوجود الميتافيزيقي أو الوجود الغيبي، ولا تتم إلا عن طريق الوحي. والمعرفة المنطقية والرياضية وطريقها العقل، والمعرفة التجريبية وطريقها الحواس وغايتها الظن لا اليقين. لماذا؟ كما سيأتي بعد قليل، لأن المحسوسات تتغير دائما، هي متغيرة وليست محل ثبات. ويوضح الغزالي ذلك بقوله: وأبعد العلوم الثلاثة عن التشويش الرياضي، وأما الطبيعي فالتشويش فيه أكثر. لماذا؟ لماذا ظني الإيمان أو المعرفة الحسية؟ لأن الطبيعيات بصدد التغيرات، الطبيعيات والموجودات من حولنا من طبيعتها التغير، فلا تكون المعرفة فيها يقينية أو قطعية كما يرى الغزالي، فهي بعيدة عن الثبات بخلاف الرياضيات وغيرها من العلوم، فهي قواعد وسنن كونية تتسم بالثبات ولا تتسم بالتغيرات. ويتناول الغزالي في كتاب ميزان العمل شرف العقل والعلم والتعليم، ثم يقدم الكلام عن العلم في كتابه الأشهر الإحياء في علوم الدين، ويجعل له صدارة الكتاب ويقدمه على كتاب قواعد العقائد، وأعطى أولوية كبرى للعلم وما يتعلق به من مباحث ومفاهيم وقدمها على الكل مطلقا. أصناف العلم وأقسامه،
يصنف أبو حامد الغزالي العلم ويقسمه إلى قسمين، فيقول: اعلم أن العلم على قسمين، أحدهما شرعي والآخر عقلي. هذه المباحث أيها الطلبة الأعزاء كان العلماء يضعونها في مقدمات كتبهم حتى تكون تقعيدا وقواعد وأسسا ينطلق منها القارئ في قراءته لهذا الكتب. يجب أن يكون على بينة في تحصيل معارف هذه العلوم وطريقتها وتقسيماتها. وأكثر العلوم الشرعية عقلية عند عالمها، وأكثر العلوم العقلية شرعية عند عارفها. وبعد تقسيمه العلم إلى شرعي وعقلي أخذ في تفصيل أقسامها، فبدأ بالشرعي وقسمه إلى قسمين. الأول في الأصول وهو علم التوحيد، هذا وهو العلم أحدهما شرعي والآخر عقلي. فبدأ بالشرعي وقسمه إلى قسمين، الأول في الأصول وهو علم التوحيد، والآخر علم الفروع وهو العلم الشرعي، إما أن يكون علميا أو عمليا، علم الأصول وهو العلمي وعلم الفروع وهو العملي. والعلم العملي يشتمل على ثلاثة حقوق: الأول حق الله تعالى أركان العبادات، والثاني حق العباد مثل البيع والشركة والقصاص، والثالث حق النفس وهو بما يسمى بعلم الأخلاق. وبعد أن فرغ أبو حامد الغزالي من أقسام العلم الشرعي تناول بالتقسيم مراتب العلم العقلي، حيث قسمه إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى العلم الرياضي، المرتبة الثانية العلم الطبيعي، المرتبة الثالثة النظر في وجود وتقسيمه إلى واجب. هذا الوجود الطبيعي قسمه إلى وجوب واجب ووجوب ممكن. هذا الترتيب المنسق للعلم الشرعي والعقلي ينبئ عن عقلية فذة كان يمتلكها الغزالي، وبعد فكر عميق وإحاطة واسعة بالعلوم والمعارف الفنية. إذن الإمام الغزالي وضع نظرية متكاملة لنظرية المعرفة من خلال دراسة العلوم والمعارف وتقسيماتها، ووضع تقسيمات على التقسيمات بما يسمى بكتب أصول الدين وغيرها من السبر والتقسيم. وبعد عن حديثه عن العلم غاص في رحلة البحث عن اليقين مطبقا منهج الشك المنهجي، وانتقل من الحسيات إلى العقليات إلى الكشف وصولا إلى اليقين، فكان شكه منهجيا لا مذهبيا. وقد ترتب على هذا الشك المنهجي عند الغزالي وضوح الاتجاه النقدي عنده، من حيث نقده لوسائل المعرفة ونقده للمذاهب والطوائف والأفكار والفرق. وسيؤثر الاتجاه النقدي عند الغزالي تأثيرا مباشرا على مناهج التصنيف عنده. إذن الإمام الغزالي كان يعيش في كل مرحلة من مراحل حياته وفي كل كتاب من كتابه تطورا معرفيا في نظرية المعرفة. ووسائل المعرفة عند الغزالي، وبما أنه لا يمكن الفصل التام بين العلم والمعرفة عند أبي حامد الغزالي، لأن المعرفة لا تكتمل بالعلم، فالعلم المبني على التوحيد الخالص لوجه الله تعالى والذي يتبعه العمل تكون نتيجته المعرفة. لذلك عندما نتحدث عن وسائل العلم والمعرفة ذكرها بقوله طرق تحصيل العلوم، وقد اصطلح عليها بوسائل المعرفة. يقول الغزالي: اعلم أن العلم الإنساني يحصل عن طريقين، أحدهما التعلم الإنساني والثاني التعلم الرباني. فالعلم الإنساني يحصل عنده عن طريقين، إذن هو يقسم العلم الذي يكتسب الإنسان إلى علمين: علم مكتسب ذاتي وعلم رباني. أما العلم المكتسب فالعلم الإنساني يحصل عن طريقين، وهما التعلم الإنساني طرق الكسب من خلال الأدوات المعرفية الحواس والعقل، ثم التعلم الرباني وهو يبين ذلك فيبدأ بالتعلم الإنساني ويقسمه إلى التعلم من خارج. انظروا إلى كيف التقسيمات والدقة في التقسيمات. كذلك يقسم العلم الإنساني إلى قسمين: التعلم من خارج وهو التحصيل بالتعلم ك
كأخذ العلم شفاهة أو كتابة عن معلم، هذا التعلم من الخارج. والتعلم من الداخل وهو الاشتغال بالتفكر. إذن عندما أنت تفكر في قضية معينة فهذه معرفة إنسانية من الداخل، بينما عندما تكتسب المعارف من الخارج فهذه بما يسمى التعلم من الخارج، عند كما قسمها الغزالي. وبعد أن فرغ الغزالي من شرح طرق التعلم الإنساني في تسلسل منطقي، ذكر التعلم الرباني، حيث قال: الطريق الثاني وهو التعلم الرباني وهو وجهين. الوجه الأول إلقاء الوحي، وخص الله تعالى به الأنبياء والرسل، والعلم الحاصل من الوحي يسمى عنده علما نبويا. إذن العلم الآخر وهو العلم الرباني قسمين: القسم الأول وهو إلقاء الوحي، والقسم الثاني أو النوع الثاني وهو الإلهام والكشف. والإلهام وهو الذي يحصل بغير طريق الاكتساب، لا يملك الإنسان أدوات لتحصيل هذا النوع، بل هو شيء يقذفه الله في القلب ولا يدري العبد كيف يحصل له ومن أين يحصل، ويختص به الأولياء والأصفياء كما يرى الغزالي. والعلم الحاصل منه يسمى علما لدنيا أو لدنيا. والملهم وهو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل، هذا العلم الرباني من جهة الداخل بما يسمى بالإلهام والكشف، لا من جهة المحسوسات، إذ لم تحصل هذه المعرفة عن طريق المحسوسات بل عن طريق الكشف والإلهام كما يرى الغزالي. ولكن ما هي شروط الإلهام والأوجه التي يحصل بها؟ هذه القضايا يجب أن نرجع إلى أصول وضوابط العقيدة الإسلامية التي تبين لنا أصول وضوابط الإلهام والكشف، حتى لا تخرج من إطار الحق والحقيقة إلى إطار البدعة والضلال والانحراف كما هو عند كثير من مدعي الإلهام والكشف من بعض الفرق الباطنية وغيرها. وهذا يكون بثلاثة أوجه: تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأوفر من أكثرها. ثانيا، كيف نحصل على هذا الجزء من الإلهام والكشف؟ تحصيل جميع العلوم والأخذ بالحظ الأوفر من أكثرها. ثانيا، الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة. الرياضة الروحية يقصد هنا الغزالي، وليس يعني الرياضة التطبيقية، الرياضة الصادقة والمراقبة الصحيحة. وثالثا، التفكر. بهذه الثلاثة ضوابط أو بهذه الثلاثة الشروط كما يراها الغزالي هي التي يحصل بها بعد ذلك الإلهام والكشف. إذن عندنا يقسم الغزالي المعرفة إلى قسمين: قسم مكتسب وقسم رباني، ويقسم المكتسب كذلك إلى قسمين، ويقسم المعرفة الربانية إلى قسمين كما شرحنا سابقا. وهكذا نكون قد أتممنا موضوع الإمام الغزالي ونظرية المعرفة عنده. ونأتي الآن إلى عالم آخر من علماء الفكر الإسلامي الذي كانت له جهود جبارة وكبيرة حول نظرية المعرفة. ففلسفة ابن رشد ونظريته، لم يكن ابن رشد شارحا للفلسفة فحسب، بل إنه كان فيلسوفا أيضا، بل يمكن القول بأنه كان واحدا من أكبر الفلاسفة الذين تمثلت في فكرهم وإنتاجهم خصائص التفكير الفلسفي. وإن نظرية المعرفة كما قدمها ابن رشد تعتمد على أن النفس عقل فعال لا يحتوي في جوهرها على أي شيء بالقوة. هنالك نؤكد على أن النفس عقل فعال، فالعقل المادي إذن ليس إلا مظهرا من مظاهر النفس التي تتصل بالبدن، وليس نظريته في المعرفة نظرية أفلاطونية محدثة بحال ما. ربما يتبادر إلى ذهننا أن ابن رشد يطرح طروحات المدرسة المثالية التي ترى بروح العقل
أو بما يسمى العقل الكلي في إدراك الأشياء، ولكن هنالك فرق بين رؤية ابن رشد وغيره من أصحاب المذهب المثالي. وخلاصة نظرية المعرفة الرشدية أن المعرفة الإنسانية ترجع في أصولها إلى الأمور الحسية. إذن هو يعتمد الأساس الحس في البداية، ولكن هذا لا يعني أن ابن رشد يستثني العقل، وهذه النظرية تتجلى واضحة في كل مصنفات ابن رشد، والتي تتجلى فيه النزعة العقلية والواقعية حتى في رصده ونقده للمناهج النظرية، بينما في ذلك على مدى تأثيرها ونجاحها في الواقع. ومن ثم فقد حكم مثلا على مناهج المتكلمين بالفشل ابن رشد لعدم مناسبتها مناسبة للواقع، ولأنها لا تصل إلى فهم الجمهور. إذن فابن رشد هنا يؤصل لمنهج واقعي، إلى المنهج الواقعي الذي يرى أن واقعية الأشياء هي الأساس وليس المثل هي الأساس. فمعرفة الله عند ابن رشد، هذا مثال على الواقعية عند ابن رشد، لا تكتسب بالبحث النظري الذي يبدأ من المدركات الحسية ثم يرقى في مدارج المعرفة حتى يصل إلى أسمى مراتبها. إذن هو يرى أن المعرفة لا تكون، معرفة الله لا تكون إلا بهذه الطريقة، وهي بالبحث النظري الذي يبدأ من المدركات الحسية ثم يدرى إلى معارج مدارج المعرفة حتى يصل إلى أصل إلى أسمى مراتبها، وهي المعرفة الفلسفية. إذن المعرفة تنتقل، تبدأ أولا من الواقع ثم بعد ذلك ترتقي حتى تصل إلى مدارج المعرفة وأعلاها، أي أن تلك المعرفة النظرية التي تنحصر في معرفة الأشياء بأسبابها كما يقول العلم الحديث، لا في الاتحاد الصوفي المراد به الفناء، ليس بهذه الطريقة في الله، والاطلاع على أمور يعجز العقل عن إدراكها ومفهوم العلم وأقسامه. إذن ابن رشد هنا مثالي في جانب من الجوانب، يتبع النظرية المثالية، وفي جانب من الجوانب يتبع النظرية الواقعية التي تنطلق من الأشياء في معرفتها إلى أن تنتقل إلى المعرفة العالية. تصنيف العلوم عند ابن رشد، يشير ابن رشد إلى أنه تكلم عن تصنيف العلوم في غير موضع، وهذا التصنيف الذي يحيل عليه مبنى على أن الصنائع والعلوم ثلاثة أصناف، وهي إما صنائع نظرية، هو يرى أن العلوم صنائع، وهذه الصنائع ثلاثة، إما صنائع نظرية وهي التي غايتها المعرفة فقط، فهنالك قضايا نظرية فكرية ليست هي على الأرض الواقع، هي مجرد نظريات وأفكار تحوم وتنتقل من فكر إلى فكر آخر. إما صنائع نظرية وهي التي غايتها المعرفة فقط، وإما صنائع عملية وهي التي وهي إلى العلم فيها من أجل العمل، يكون العمل أو العلم فيها من أجل غاية تطبيقية، هي فيها جانبان، جانب تنظيري وجانب تطبيقي. وإما صنائع معينة في هذه ومسددة، وهي الصنائع المنطقية. إذن هكذا يقسم المعرفة ابن رشد إلى ثلاثة أنواع، والصنائع النظرية صنفان، كذلك لا يكتفي بهذا التقسيم بل يقسم هذه الأقسام ويجزئ هذه المجزأ. فالصنائع النظرية صنفان، كلية وجزئية. فالكلية هي التي تنظر في الموجود بإطلاق وفي اللواحق الذاتية له، وهذه ثلاثة أصناف، صناعة الجدل وصناعة السفسطة، وهذه الصناعة يعني ما بعد الطبيعة. وأما الجزئية منها فهي التي تنظر في الموجود بحال، وقيل أيضا هنالك أن الجزئية اثنتان فقط، العلم الطبيعي وهو الذي ينظر في الموجود المتغير، وعلم التعاليم وهو الذي ينظر في الكمية مجردة عن الهيولة، وهذا كله مما وضعه في كتاب البرهان.
بعد ذلك ثم أخذ ابن رشد في بيان وجه ذلك بطريق السبر والتقسيم، ويقول في مقدمته الضروري في أصول الفقه، ممهدا لنقده لمنهج التصنيف الأصولي بناء على تصنيف العلوم الذي سيذكره: إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف، إما معارف غايتها الاعتقاد الحاصل عنها في النفس فقط كالعلم بحدوث العالم والقول بالجزء الذي لا يتجزأ، هذا التصنيف الأول. الثاني معرفة غايتها العمل، وهذه مكانها جزئية وكلية، وإما معرفة تعطي القوانين والأحوال التي بها يتسدد الذهن نحو الصواب في هاتين المعرفتين كالعلم بالدلائل وأقسامها، وهذه فلنسميها مسبارا وقانونا ومنهجا للعلوم. يعني ختاما، يعتبر ابن رشد أو يعتبر ابن رشد أن كل العلوم سواء أكانت نظرية أم عملية تشترك في المنهج، وذلك لأنها كلها تعتمد على القياس وتبحث عن طرح نظري متماسك وصلب، فهنالك أهمية قصوى يشغلها علم المنطق. إذن علينا أن نعرف شيئين عن ابن رشد. أولا أن هذا العالم يرى بأن المعرفة لها أداتان، يرى يميل إلى المعرفة المثالية إلى روح الأشياء وإلى العقل المطلق في فهمها، ويرى بأن المعرفة تنطلق من الواقع إلى الفكر، تنطلق من الواقع إلى الفكر، فيعتبر رائدا في فكرة حوامي أو أن الواقع يحوم حول الفكر. والغالب على ابن رشد طابع العقل والاعتداد به، أنه عقلي كما قلنا في البداية، والثقة في أحكامه والاعتزاز بالمعارف التي يتوصل إليها واعتباره حجة وميزانا توزن به الآراء والأفكار. وقد أثمر هذا الطابع لديه موقفا نقديا من بعض الاتجاهات الفكرية والمذهبية التي ترتكز في موقفها على التقليل من شأن العقل أو إلغاء دوره أو عدم الالتزام بمعاييره الدقيقة. وقد ظهر آثار هذا الطابع في جدله مع الحشوية والصوفية والمتكلمين والفلاسفة، وأتت عقلانية. إذن أفلاطون كان ينهج منهجا عقلانيا لا يرضى فيه المناهج الأخرى الظنية واللا قطعية والحدسية وغيرها، لذلك دخل في خلاف وفي جدل مع الصوفية والمتكلمين والفلاسفة. وأتت عقلانية ابن رشد متميزة عن العقلانية الممزوجة بالتصوف عند غيره من فلاسفة الإسلام في المشرق أو المغرب، وكان لهذا الطابع مظهره الواضح على مصنفات ابن رشد. وهكذا أيها الطلبة الأعزاء نكون قد طرحنا أفكار الغزالي وطرحنا رؤى وأفكار ابن رشد حول نظرية المعرفة، وبينا أن هؤلاء العلماء لهم دور كبير في هذه النظرية، وأن لهم دورا كذلك كبيرا في تصنيف العلوم انطلاقا من النظرية التي انطلقوا إليها، وأنهم حاولوا أن يوفقوا ما بين العقل وما بين الرؤى العقلية والرؤى الحسية الواقعية. رأى ونرى عند الغزالي كذلك دورا في استنباط أدوات للمعرفة من خلال القرآن الكريم. هكذا نكون قد أتممنا وبينا ووضحنا في نهاية هذه المحاضرة حول نظرية المعرفة في الفكر الإسلامي عند الإمام الغزالي وابن رشد. وهكذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.